مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد متابعة حضراتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتجدد من برنامج وقولوا للناس حسنى، وأتناول مع حضراتكم ومع ضيوفي الكرام المشاركة المجتمعية ومستقبل الوطن. يعني إيه مشاركة مجتمعية؟ عندما نتحدث عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونقرأ فيه نجد أن الله سبحانه وتعالى يحث على اللحمة والتلاحم بين أبناء هذا الوطن الغالي العزيز، فيقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مستقبل الوطن، الإنسان لابد أن يكون عنده فأل حسن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعذبون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح البلاد وبخزائن كسرى وبخزائن قيصر. طبعا موقف عصيب، صحابي بيتعذب، صحابي مش شايف هذا الكلام، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في نفوس أمتي وفي نفوس أصحابي المستقبل المشرق المتفائل لهذه الأمة. في هذا اللقاء وفي بداية أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى ربيع أحمد من نائب وزارة الأوقاف. مرحبا بك. مرحبا بك يا سيدي. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم العالم الجليل فضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء وزارة الأوقاف. مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ زيد. يعني أنا هاخد موضوع المشاركة المجتمعية والمستقبل لهذا الوطن، وهو مقسم إلى جزئين. خلينا أول نتكلم عن المشاركة المجتمعية. يعني إيه مشاركة مجتمعية من الأفراد هذا الوطن؟ مشاركة مجتمعية من الأسر، مشاركة مجتمعية من المؤسسات الأهلية، من المؤسسات أيضا الحكومية تضامنا مع المؤسسات الأهلية. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخي الحبيب، من لفظة المشاركة، اللفظة تدل على أن هناك أكثر من فرد أو أكثر من مؤسسة أو أكثر من كيان يتشارك هذا مع ذاك، كل يدلي بدلوه، كل يساهم، كل يبادر، يقدم مبادرة ونحو ذلك. وعلى ذلك عرف علماؤنا المشاركة بأنها المبادرات والإسهامات التي يقدمها الأفراد والجماعات سواء أكانت مادية أو معنوية بغرض الإصلاح لا بغرض الإفساد. لا. وغير ذلك من التعريفات، تعريفات كثيرة، من ضمنها مثلا تكاتف الجهود بين الأفراد وبين الجماعات لإزالة الفساد ولزيادة الإصلاح بغرض الوصول إلى المجتمع المثالي أو بغرض الوصول إلى المجتمع الفاضل، وأضيف أنا بغرض الوصول إلى المدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة التي لم يصل إليها أحد واقعيا على الحقيقة إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما ظل يعني الفلاسفة بيكون وأرسطو وسقراط وغيرهم ظلوا يعني يدندنون حول المعنى ويكتبون كتابات ويجمعون أمور منطقية وأمور فلسفية ليصلوا إلى ذلك، فلم يصلوا إلى ذلك لا حتى على الورق ولا حتى في الواقع، بينما استطاع محمد صلى الله عليه وسلم بتأييد من ربه جل جلاله في يعني في وقت من الزمان يسير جدا، وقت قياسي، استطاع أن يقيم هذه المدينة الفاضلة بالمشاركة المجتمعية. نعم، فتح الله مصطفى. يعني نعم. أنا عايز أنتقل إلى فضيلة الشيخ إسلام وأقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ إسلام، أنت عارف أن القبائل العربية كانت قبائل مشتتة. نعم. وكان تقوم بينهم الحروب من أتفه الأسباب، واحد طغى على قبيلة عشان ياخد منها مش عارف معزة، ياخد منها شاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من هذه القبائل المتفرقة المشتتة قادة للأمم، وضع اللحمة من خلال قوله المبارك صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. احنا محتاجين الى التراحم، محتاجين الى هذا الود بيننا وبين بعضنا البعض. كيف نحقق هذا الحديث بعد ان تصده لي بصحته في المشاركة المجتمعية؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحانه كان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء، وفوق كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أولا يعني بشكر حضرتك على الاستضافة دي أستاذ عيد، وجودنا مع أخي الكريم فضيلة الدكتور مصطفى في الموضوع المهم ده في الظروف اللي احنا عايشينها دي، موضوع المشاركة المجتمعية، وإزاي نصل إلى المشاركة وإلى التلاحم والتراحم والتعاطف والتواد فيما بيننا. نعم. من حديث رسول الله الصحيح الذي ذكرته حضرتك. نعم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وإحنا أمة الجسد الواحد،
إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهقول لحضرتك شوف سيدنا النبي في بداية الدعوة وفي بداية الرسالة كيف جمع الناس بسبب المشاركة المجتمعية وبسبب التعاون والتراحم والتواد. لما قيل لسيدنا رسول الله يا رسول الله أدعو على المشركين فقال إنني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا رسول الله أدعو عليهم قال إنما أنا رحمة مهداة. يا الله أدعو عليهم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لذلك يقول القائل كان الناس قبل طه حيارة. الله صلى الله عليه وسلم. يبطش القادرون بالغير ظلما ويضيعون بهجة ووقارا. ولأدنى الأمور قامت حروب مهلكات مخربات ديارا. فإذا البدر صلى الله عليه وسلم فإذا البدر طالع في الدياجي ما رآه الظلام حتى توارى. جاءنا المصطفى بخير كتاب بدل الطرب فضة ونضارة بدل الظلم والمطامع عدلا وأمنا والليل صار نهارا. بالمشاركة المجتمعية باللحمة الوطنية بجمع الناس على كلمة واحدة على المودة والرحمة. لذلك سيدنا النبي يقول لنا إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مجرد أن الناس تسلم من هذا الأذى. طب التاني إيه؟ مثل المؤمنين في تودهم اللي حضرتك ذكرته وعلقنا عليه. وبعدين سيدنا النبي ينبهنا تنبيه مهم جدا لأهمية المشاركة لما يجي سيدنا أنس يقول لنا أنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 10 سنين. سيدنا أنس خادم لسيدنا رسول الله فيقول لنا سيدنا أنس إن سيدنا النبي كان يشارك في بيته يشارك مع الخدم كان في مهنة أهله. السيدة عائشة بتقول كده كان يحلب شاته ويخسف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم مشاركة. حتى لما كان سيدنا النبي مع الصحابة في غزوة من الغزوات وأرادوا أن يعدوا طعاما وكل واحد خد مهمة من المهام سيدنا النبي قال إيه المهمة الأصعب وأنا وهو مين صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صحيح. وأنا علي جمع الحطب وده أصعب مهمة في صحيح. إعداد الطعام ده جزء من المشاركة اللي يعلمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها للأمة ولأصحابه الكرام. فتح الله لك شيخ إسلام. يعني مشاهديها الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كيف نكون بنيانا متماسكا ووحدة وأمة فعلا تجتمع على كلمة واحدة ومشاركة مجتمعية واحدة والمستقبل والنظرة المستقبلية لهذا الوطن دون تشاؤم ودون أيضا تكسير لأعصاب ومشاعر الناس للنظرة المستقبلية لهذا الوطن. يعني النبي عندما كان يبعث روح التفاؤل والنظرة المستقبلية لهذا الوطن المبارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وطن وله دولة واستطاع أن يقيم دولة لها مد وتاريخ يمتد إلى يوم القيامة. طب إحنا لما نيجي النهاردة نشوف النظرة المستقبلية لهذا الوطن أنت عارف طبعا في بعض الناس تشكك في مكتسبات وثروات هذه البلد وهذا الوطن. طب إحنا إزاي بقى بندي نبعث في الناس روح التفاؤل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يا أخي الحبيب يعني الدنيا كلها أفراح وأتراح وهكذا الأمم تمر بمراحل من الاستضعاف تارة وتمر بمراحل من القوة تارة وهكذا الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عبر هذا عن هذا المعنى تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم وهكذا ثم تعود بعد ذلك ما فيش نبوة يبقى فيه على منهاج النبوة خلافة وهكذا. الدنيا عبارة عن عجلة تدور ثم بعد ذلك اللي فوق بيبقى تحت واللي تحت يبقى فوق. كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين وهكذا الدنيا. فلا بد أن نعرف أن حياة الأوطان تدور ما بين القوة وما بين الضعف.
النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية يختلف دولته تماما عن دولته في المرحلة المدنية. النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية لم يستطع أن يقيم دولة، كانت الدنيا صعبة جدا على سيدنا النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في المرحلة المدنية استقرت الأوضاع، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المشاركة الحقيقية المجتمعية ما بين أنواع المجتمع وفصائل المجتمع المختلفة من يهود ومن أوس وخزرج، ويجمعهم بعد بكتابة المعاهدات بينهم وبين سكان المدينة من مسلمين جايين مهاجرين من الخارج وأنصار من الداخل ونحو ذلك. فلما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق فيهم اللحمة الحقيقية، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطهم برباط المسلمين برباط الدين والمسلمين وغير المسلمين برباط الوطنية داخل المدينة الواحدة، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الدولة. نحن على خطوات، يعني إن لم نصل إحنا على الطريق بإذن الله عز وجل. يعني أنا عايز أقول إن المشاركة الوطنية والمشاركة المجتمعية هنا ليس لها دخل بموضوع اختلاف العقائد أو المذاهب أو المشارب إطلاقا، لا علاقة لها على الإطلاق. صحيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الشارع الحكيم المشرع. صلى الله عليه وسلم كان في مكان صلى الله عليه وسلم أقام فيه يعني الدولة، وكما قلت في بداية اللقاء المدينة الفاضلة، ومع ذلك هذه المدينة كانت متعددة الديانات كما إن صح اللفظ، يعني كان فيها يهود في المدينة وعلى مقربة منها نصارى نجران، وكان بها أوس وخزرج الاثنين أهل شرك وثنية، لكنهم بعد أن دخلوا في الإسلام ذابوا في بوتقة الإسلام وأصبحوا كيانا واحدا. وكان في مهاجرين من الخارج ومن الداخل أنصار، وفي كذلك فصيل نسأل الله السلامة الطابور الخامس من المنافقين. واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم في وسط كل وأعداء من الداخل وأعداء من الخارج وخيانات من الداخل من اليهود ومن الخارج وهكذا، ورغم كل هذه التحديات استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الدولة. صحيح. أنا أخذ من طرف كلامك وهذه التحديات الخارجية والداخلية، وهرجع إلى فضيلة أستاذنا الشيخ إسلام وقول لحضرتك، ويعني ما أشبه الليلة بالبارحة والأحداث تتكرر مع اختلاف الأشخاص واختلاف الزمان، وما نعيش فيه الآن يعني أنا أظن أنه مشابه يعني للزمان الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد كبير. نعم. يتوضح لي هذا الأمر مع المشاهدين. نعم، يعني استكمال لما ذكره فضيلة الشيخ مصطفى، أننا حقا كما ذكرت حضرتك نعيش تحديات الآن داخل المجتمع. نعم. ونعيش بعض المؤامرات على الدولة من الداخل ومن الخارج ومن بعض الفئات ومن بعض المدفوعين. طيب، دفاعاً عن هذا الوطن ودفاعاً عن هذه الأرض ودفاعاً عن هذا الشعب، لابد وأن نفعل المشاركة المجتمعية بين أفراد المجتمع المخلصين المحبين لهذا المجتمع. صحيح. لابد وأن يعلم الجميع أننا، وده تشبيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لابد وأن نعلم جميعاً أننا ركاب سفينة واحدة. الله صلى الله عليه وسلم. نحن جميعاً نركب. صحيح. الآن في سفينة واحدة، فإن نجت وإن شاء الله ستنجو إن شاء الله، نجونا جميعا. طيب، سيدنا النبي لما تكلم عن ركاب السفينة اتكلم عنهم كده، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة عملوا قرعة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء رقوا أو صعدوا على من فوقهم، لازم يطلع فوق عشان ينزل حاجة عشان يجيب مية. صحيح. فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا، حتة صغيرة كده مش هتعمل حاجة، يعني تدخل لنا المية بدل ما كل شوية نعدي على الناس اللي فوق ونطلع وننزل، لو أننا. صحيح. خرقنا خرقا في نصيبنا فلم نؤذي من فوقنا. فسيدنا النبي يقول كده، فلو أنهم تركوهم مش مشكلة، يعني ده في نصيبهم هم، فلو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. مية هتدخل السفينة، السفينة هتغرق، مش اللي تحت بس اللي هيغرق يا أستاذ عيد، اللي تحت واللي فوق. صحيح. ولو أنهم أخذوا على أيديهم، شدوا عليهم وعلموهم ونبهوهم أن هذا خطأ وأن هذا يضر بالمجتمع ويضر بالدولة ويضر بأفراد المجتمع، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. صحيح. وده اللي احنا عايزينه النهاردة، عايزين نأخذ على أيدي إخواننا بالتعليم والتنبيه والتذكير، وأننا نحتاج إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة الرحيمة مع أفراد المجتمع ليصبح المجتمع لحمة واحدة ويدا واحدة في وجه من يعادي. نعم، فتح لك شيخ إسلام، وهتجي إلى فضيلة الدكتور مصطفى ربيع. قول لي معاليك، إحنا النهاردة محتاجين، إذا الدكتور إسلام أشار كده إلى المشاركة المجتمعية، إلى النظرة المستقبلية لهذا الوطن، كيف لا نسير ولا نجري وراء هؤلاء المثبطين
لنجاحات هذا الوطن المغرضين أصحاب الشائعات والأخبار الكاذبة؟ كيف يعني يحمي الإنسان نفسه من هذه الشائعات؟ أستاذ الحبيب، يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وسبحان الله العظيم، يعني الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم داعيا في إقامة ووضع لبنات البناء الأولى لهذه الأمة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بظروف كثيرة جدا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة كيف إذا مرت بها نفس هذه الظروف أن تستطيع أن تنجو، وأن تنجو بالسفينة كما ذكر فضيلة الشيخ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بظروف كثيرة كهذه، حتى أن اللفظ الذي ذكرته نفسك موضوع التثبيط والتعويق ذكره ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عبد الله بن أبي بن سلول عوق وثبط مجموعة فرجع تقريبا بثلث الجيش، ومع ذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بالسفينة، رغم أنهم أخذوا درسا أن دائما ما أهرب من كلمة أنه منهزم، وهذه أهرب ما بحاولش أجيبها على لساني إطلاق، ومع ذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجو بالسفينة. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجو بالسفينة؟ أولا الاستفادة والاعتبار بالدروس المستفادة من كل مرحلة. يعني لم يروى أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموقف الذي حدث في أحد أنهم فعلوا مثل هذا الموقف أبدا، لم يتقرر إطلاقا، وتعلموا الدرس جيدا. فلا بد أن نتعلم من دروس الواقع لما نستفيد منه في المستقبل أولا. ثانيا، إذا كان هناك في المجتمع فصيل، هذا الفصيل لا يريد أن يعمل، فهناك فصائل كثيرة تريد أن تعمل وأن تشارك مشاركة حقيقية تقدم للمجتمع، فلا بد من مد يد العون إليهم، وأن يذوب الجميع في بوتقة المصلحة الوطنية الخالصة، مصلحة البلد ومصلحة الوطن ومصلحة الأمة ونحو ذلك. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم يطوي يعني الصفحات الماضية دائما. بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلع ملابس الحرب، خرج النبي إلى حمراء الأسد، ده كان لسه الصحابة مصابين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج أولا بأول. يبقى معالجة المواقف أولا بأول، والتعلم من الدروس الماضية لما يفيده في المستقبل. نعم، أخذ من طرف كلامك دكتور مصطفى وأرجع إلى فضيلة الشيخ إسلام. يعني فضيلة الدكتور مصطفى بيقول إنه يكره أن يقول عن غزوة أحد أنها هزيمة، لكن أنا بعتبر أن الهزيمة هنا لمخالفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأقعده صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن عموما الغزوة في مجملها وفي طياتها تحمل نصرا لسيدنا رسول الله. يمكن أقول لحضرتك يا أستاذ عيد، يمكن الظاهر في غزوة أحد أنه حدث انكسار، مش هنقول انهزام زي ما قال الدكتور مصطفى. حدث أمام الناس وأمام العالم أنه حدث انكسار، لكن في طيات هذا الانكسار حدث انتصار وانتصارات لسيدنا رسول الله. ويكفي كما ذكر الدكتور مصطفى أنه بعد ذلك لم تحدث ولو مرة واحدة أن صحابيا واحدا من صحابة سيدنا رسول الله ذكر عنه في غزوة من غزوات سيدنا رسول الله أو بعد وفاة رسول الله أنه خالف تعليما من التعليمات في إحدى الغزوات. لأنهم تعلموا مما حدث في يوم أحد، ولأنهم تعلموا أنه يجب عليهم أن يستجيبوا لله وأن يستجيبوا لسيدنا رسول الله، وتعلموا وعلمونا أن نستجيب للقادة مهما كانت القرارات. صحيح. وتعلموا أن يكونوا مشاركين مشاركة مجتمعية فعالة بما يأتيهم من أوامر وتعليمات، لأنه قد أرى أنا بنظرتي القاصرة أن هذه التعليمات ليس فيها منفعة وفيها مضرة، لكن يرى من هو أعلى مني وينظر إلى الأمر بسعة عني أن هذه التعليمات وهذه التوجهات وهذه المشاركات هي فيها خير للأمة وللمجتمع ولأفراد المجتمع. نعم، في عجالة سريعة كده وتوصية في هذا اللقاء من الشيخ إسلام. نعم. ماذا تقول لشبابنا للنظرة المستقبلية والتفاؤل لهذا الوطن والمشاركة المجتمعية؟ والله يا أستاذ عيد، أنا دايما بنادي لكل الشباب، محتاجين يبقى لنا دور فاعل، محتاجين يبقى لنا دور إيجابي، محتاجين نعمل مشاركة مهمة للمجتمع، تعود على المجتمع وتعود على الأفراد. ودايما بقول يعني نتعلم، خد خطوة وما تعملش خطة، مش لازم تعمل خطة لكن خد خطوة. وبعدين أحد الصحابة لما مر به رجل وهو كبير السن ويزرع نخلا، قال: يا أخي تزرع نخلا وقد لا يثمر إلا بعد سنوات طوال، يعني يمكن أنت ما تعيش لما تشوف الثمر ده. قال: زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع
ليأكل من بعدنا. دي المشاركة المجتمعية. فتح الله لك. في عقالة سريعة دكتور مصطفى، ماذا توصي الشباب وتوصي من يشاهدنا في البرنامج؟ والله يا أخي الحبيب، نحن يعني رأينا في الدور الذي تقوم به مصر، الدور القومي الذي تقوم به مصر، بعض الجنسيات اللي موجودة في مصر، الشباب اللي هم من جنسيات أخرى يعملون ولا يتحدثون، ما فيش عمل وما فيش كذا وما فيش إطلاقا أي مشكلة إطلاقا، بينما الشباب المصري يسمع للمعوقين والمثبطين ويقولون الظروف الاقتصادية، هذه كلها شماعات يتم يعني يتم تضبيط بها الشباب وتضبيط الأمة كلها. صحيح. نعم، فالشباب لا ينظر إلى مثل هذه الدعوات. نعم، يعني يجب المشاركة المجتمعية مشاهدي الكرام، والمستقبل التفاؤلي لهذا الوطن الكريم. وعجبني قول الشاعر، يعني الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، فلا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام طارات، واذكر جميل فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على مصر بالأمن والرخاء، وعلى المصريين جامعة بسعة الأرزاق يا رب العالمين. يعني أشكركم على متابعة حضراتكم مشاهدي الكرام، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير في نهاية هذا اللقاء لضيفي الكريم فضيلة الدكتور مصطفى ربيع أحمد من علماء وزارة الأوقاف. شكرا لهذا اللقاء. شكر الله لك. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير أيضا لضيفي الكريم فضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء وزارة الأوقاف. أشكرك يا مولانا. شكرا جزيلا أستاذ. وأشكر مترجم الإشارة زميل رضا عبد المنعم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.